إلى الشأنية الأمنية الآن، أين تتوالى شهادات الزوار الأجانب للجزائر حول أمنها واستقرارها؟ ما يفضح هو التحامل الإعلامي الغربي الذي يحاول رسم صورة سوداوية عن الجزائر. نتابع في تقرير أحمد بوطف. تتزايد وفود الزوار الأجانب إلى الجزائر من سنة لأخرى، تختلف الأهداف، إلا أن الأهم هو اكتشاف الوجه الآخر للجزائر. جوهان طباخ فرنسي اختار العمل هنا بعد أن أعجب بهذا البلد وشعبه وأحس بالأمن والاستقرار عكس التقارير السلبية التي تروجها منابر إعلامية غربية. Je viens sur Alger depuis environ un an par intermittence, notamment pour le travail. Et puis je viens une fois 15 jours, 3 semaines, je repars en France, je viens ici aussi. Ben écoutez, c'est un peu très agréable, on est toujours très bien reçus. Avec le sourire, toujours ce petit côté un peu famille, c'est sympa et tout, voilà. في لقائنا بجوهان في ساحة البريد المركزي، أقر أنه ومن خلال عمله بالجزائر يكتشف في كل مرة جمال منطقة من مناطق هذا البلد الذي وصفه بالساحر. L'Algérie, en fait, je pense, c'est un pays à découvrir parce que c'est pas forcément la destination, on va se dire, pour les vacances et tout, mais ça monte à découvrir un peu plus en détail quand même. Je voulais m'adresser aux Français en disant que n'hésitez pas à venir en Algérie pour le tourisme, c'est un beau pays à découvrir. Voilà. الجزائر اليوم تحولت إلى عاصمة تستقبل المئات من السواح الأجانب، إلا أن تحسين ظروف الاستقبال والإقامة يحتاج المزيد من العمل الملموس بعيدا عن الوعود الكلاسيكية.